تحياتي لحضراتكم من جديد. وما ينفعش ان احنا نكون في الأقصر اهم المدن السياحية اللي في العالم ونفوت الفرصة وما نعرفش ايه معدلات ومؤشرات السياحة في مصر من عام 2014 لعام 2019، بما ان احنا لسه يعني في اول موسم 2020. كل سنة وحضراتكم طيبين. عشان كده كان لازم يكون لينا لقاء مع الأستاذ حسام عبد الله المدير الإقليمي لإحدى الشركات السياحية العالمية في مصر. مستر حسام، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا يا فندم. طيب إحنا عايزين نعرف يعني حتى لو من خلال شركة حضرتك الكبيرة اللي موجودة في مصر، السياحة أخبارها إيه ومؤشراتها في الأربع سنين اللي فاتوا، يعني من 2014 ل 2019. إحنا عارفين إن السياحة هي يعني بتحسب مش بالسنين، بتحسب بالمواسم يعني. فعلا. أخبارها إيه؟ الحقيقة حصل تطور كبير جدا في الأعداد السائحين بدءا من 2014 حتى 2019 على جميع الأصعدة وجميع الشركات بصفة عامة، وفي شركتنا إحنا بصفة خاصة. إحنا من 2014 حتى 2019 زدنا ما يقرب من 50% في أعداد السائحين، واحنا لينا الاولويه طبعا في السياحه الجالبه في الشركه، من ضمن الشركات الجالبه للسياحه الاوروبيه لمصر في منطقه المانيا والنمسا وسويسرا وهولندا وفرنسا وانجلترا. يعني مختلف الجنسيات. مختلف الجنسيات. 50% فعلاً. من 2014 ل 2019. فعلا. وبنخطط كمان، احنا وصلنا لما يقرب حوالي اقل من مليون سائح 2019، موسم 2019. اقل من مليون سائح بحاجه بسيطه، وتخطيطنا ل 2020 ان شاء الله انه يبقى 1,300,000 سائح. طيب بالنسبه للتطوير، هل حصل تطوير مثلا في الاربع سنين اللي فاتوا في مدينه الاقصر مثلا على سبيل المثال؟ يعني بما ان حضرتك يعني رصدت، او احنا في طبيعه المكان يعني في قلب الصعيد في الاقصر، هل فعلا في تطور حصل يعني بشكل او باخر في الاربع سنين؟ حصل تطور كبير طبعا ضمن جميع المناطق الاثريه في الاقصر. وانا او حضرتك اكيد لاحظت كمان اخر حاجه اتعملت كان الممشى السياحي اللي موجود على النيل، مخلصين من حوالي اسبوعين او ثلاثه، ودي حاجه قويه الكورنيش. جدا شكلها كورنيش، ممشى سياحي كورنيش، ودي حاجه جميله جدا واسعدت ناس كتير جدا. ومن ضمن الحاجات برضو اللي اسعدتني انا شخصيا دمج وزاره السياحه والاثار مع بعض تحت قياده الدكتور خالد العناني، راجل فاهم وعارف بيعمل ايه كويس جدا، وانا يعني انتظر منه حاجات افضل وافضل. حصل برضو ان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عملوا بدءا من امس لجنه وزاريه تحت قيادته هو خاصه بتذليل كل العقبات خاصه بالمناطق السياحيه والطرق، ودي هي بقى الاساس. المشكله كان عندنا هنا في الاقصر ما بين المشاكل الطرق ما بين الاقصر والغردقه البحر الاحمر، ما بين الاقصر ومرسى علم، ما بين الاقصر وقنا وهكذا، وما بين الاقصر واسوان. فانا اعتقد ان هم هيبداوا يشتغلوا على هذا الموضوع اللجنه الوزاريه دي، ونتمنى الافضل للاقصر واسوان ان شاء الله باذن الله. السؤال الاخير لحضرتك يعني استاذ حسام، اكيد انت عارف يعني الفيدباك او رجع الصدى بالنسبه للسائحين خلال الاربع سنين اللي فاتوا، شايف في تحسن في الاراء او الـ يعني الـ المرجعيه ليهم، او رجع الصدى بالنسبه لزيارتهم لمصر بشكل عام والاقصر بشكل خاص، ولا الاراء واحده في الاربع سنين، ولا ايه بالظبط؟ لا اكيد في تحسن كبير جدا 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 في الاراء بدليل زياده اعداد السائحين. حاجه زي السياحه الفرنسيه كان قله جدا في الفترة الأخيرة، ولكن حاليا بدءا من 2018-2019 رجعوا بأعداد كبيرة جدا، وشركتنا على سبيل المثال في طيران شارتر، أكبر شركة نزل طيران شارتر لفرنسا من فرنسا عفوا للغردقة، وكذلك بدأنا كذلك لشرم الشيخ. فده مؤشر كبير جدا على التطور في الأداء السياحي. بيقولوا لحضرتك ايه في التحسن مثلا اللي حصل في الاربع سنين في حاجه طرق مثلا الاماكن السياحيه النظام، ولا لسه احنا عندنا بعض التحديات وعايزين نجتازها؟ يعني ايه بعض الاراء ليهم هم طبعا علشان
نرضي جميع الاطراف، عمرنا ما هنقدر نرضي جميع الاطراف، ولكن في تحسن ملحوظ والناس بتتكلم على هذا التحسن، وفي نفس الوقت لهم برضو بعض الاراء الثانيه اللي هي او نقدر عليها ملاحظات لتحسين الاداء في طريقه التعامل مع السائحين نفسهم في الطرق زي ما قلت لحضرتك. وموضوع اللجنه الوزاريه قلت لحضرتك عليها دي هتبقى حاجه ممتازه جدا للطرق بالذات. حضرتك يمكن اشرت لموضوع مهم جدا، اللجنه الوزاريه ما بين وزاره السياحه والاثار واللي امر بتشكيلها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. ايه المتطلبات اللي حضراتكم مستنيينه من اللجنه دي كشركات سياحه بشكل عام؟ يعني احنا كشركات سياحه منتظرين بعض الحاجات او حاجتين اساسيتين من اللجنة. أول حاجة الطيران الداخلي، محتاجين نزود أعداد الطيارات داخل domestic flights داخل مصر. الحاجة الثانية منتظرين أداء وتطوير أكتر للطرق بالذات للمناطق السياحة الثقافية بين الأقصر وأسوان وربطها بالبحر الأحمر وربط المدن ببعض وربطها بالبحر الأحمر وهكذا. أستاذ حسام عبد الله المدير الإقليمي لإحدى الشركات العالمية الكبرى السياحية في مصر، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك.